بلانت انفوري عمري 20 سنه نقرا ديزيام اني انفورماتيك دو جيستيون قاعدين نخدموا في البروجي نتاع اكتيف سيتيزن في تونس احنا البروجي نتاعنا نسا ونص اللي هو تم تنفيذه في محمديه علاش اخترنا البلاصه هذه بالذات وعلاش اخترنا سي بلانس عملنا ريشيرش نتاعنا ياخي تفاجئنا بالطول اللي نلقاه في المحمديه نتاع لي زانترنوت نلقاو الطول نتاع لي زانترنوت في النساء طايح على الاخر المحمديه كونها منطقه معناتها بلوس او موان مهمشه شويه وكل النساء غاديكا تنفر انهم يخموا في كل شيء لانهم يتلهوا برواحهم ويتلهوا انهم يبنيوا شخصيتهم يبنيوا مستقبلهم ذيك علاش احنا قررنا ان نخدموا على السيبل نتاع النساء وقررنا ان نخدموا على الكوتي هذيك الانفورماتيك احنا البروجي نتاعنا اسمه نساء ونص وومنز كورنر اللي هي معناها باش يكون فضاء للنساء يتلاقاو فيه يحكيو فيه يخرجوا مع الطاقات نتاعهم ينميوا رواحهم اكثر نعرفش هكا احنا حبينيهم معناها يخرجوا من الكادر نتاعهم تاع الدار والخدمه ويعملوا حاجه جديده يتعلموا حاجه جديده وننميوهم شويه معناها على العاده دونك بدينا لهم بشوي بشوي عملنا لهم سيسيون الاولى كانت جوست حكايه تيوريك عملتها اكرام بعد عملنا لهم دو سيسيون اخرين على نهارين كانوا علمناهم كيفاش يستخدموا بيسيك كيفاش يستخدموا توسكي مايكروسوفت وكل حكايه هذوك الكل معناتها مازال هي ناقصه ان شاء الله معناها ان شاء الله في الفيتور نكملوا نعملوا لهم دو زوتر سيسيون على خاطر النساء مازالوا اون كونتاكت معنا مازالوا يكلمونا مازالوا يلحوا علينا باش احنا نكملوا في لي فورماسيون باش احنا نتقابلوا معاهم باش احنا نلموهم كيما هما مستنسين خاطر هما حسب كلامهم معناتها ليا كي كلموني قولوا لي هما استنسوا بينا واستنسوا باللي فورماسيون ويحبوا ينشطوا يحبوا يعملوا حاجه معناها هذه هي معناتها الحاجه اللي حبينا نوصلوا لها ووصلنا لها ان شاء الله الناس الكل تمشي فيغ لونتربرونيا خاطر هذا مهم ان نجيبوا النوسيون تاع لونتربرونيا للنساء والكل ان شاء الله نكمل في الطريقه هذه